طريقة سهلة وبدائية في قتل العشرات من الدبابير ومكافحة الدبور، وذلك باستخدام قنو النخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي بكل خير، وأتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة. قبل أن نبدأ أصدقائي، نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكروا الله لا إله إلا الله. كما تشاهدون أصدقائي من عنوان هذا الفيديو، طريقة سهلة وبدائية في قتل العشرات من الدبابير ومكافحة الدبور، وذلك باستخدام أدوات بدائية قنو النخل. قبل أن نبدأ، نعمل منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. كما نأمل منكم فضلا وليس أمرا أصدقائي البقاء معنا حتى نهاية هذا الفيديو، وعدم الاستمرار معنا بشكل متقطع، والبقاء معنا حتى نهاية هذه الحلقة، حتى تكون لديكم المعلومة مكتملة، وحتى لا يكون لديكم أي معلومات ناقصة. أصدقائي، كما تشاهدون، سنقوم بقتل ومكافحة العشرات من الدبابير، وذلك باستخدام أداة بدائية وسهلة جدا، وهو قنو النخل. أصدقائي، سنقوم بقتل هذه الحشرة الكاملة التي تسمى الدبور، ذات اللون الأحمر البني المحمر والأجنحة الشفافة وذات المشوبة باللون الأصفر، ويوجد بالخلف حزوز صفراء والعيون المركبة سوداء. كما تشاهدون، هذا الدبور تم قتله بقنو النخل بطريقة بدائية وسهلة جدا. ستشاهدون العملية في خلال هذا الفيديو أصدقائي. ويوجد لهذا الدبور قرون الاستشعار، بنية اللون وأجزاء الفم قاردة بعكس النخل، فأجزاء فمه لاعقة وليس قاردة. وذكور الدبابير تشبه العاملات والشغالات، إلا أن مؤخرتها أعرض ولا تملك أداة لسع. أضرار الدبور على النحل. أصدقائي، الدبور من الآفات الخطيرة التي تهاجم النحل، حيث تقوم بسرقة العسل وافتراس العاملات، ويقوم الدبور بالانقضاض على العاملات والشغالات من النحل ويحملها بعد لسعها لشل حركتها، ومن ثم التهامها أو حملها إلى العش. أصدقائي، هذا الدبور الملقى أمامكم تم قتله بأداة بسيطة جدا بطريقة بدائية، ألا وهو قنو النخل. أصدقائي، ولكن المشكلة الأكبر التي تواجه قطاع النحل هي اصطياد ملكات النحل أثناء طيران التلقيح، مما يؤدي إلى فقدان عدد كبير من خلايا النحل في وقت مبكر من السنة، وهنا تكون الخسارة الأكبر. إضافة إلى تلك ذلك، فإن ما تهاجم الدبابير خلايا النحل للحصول على العسل أو حشرات النحل، وعادة ما تكون أعداد الدبابير كبيرة، مما يسبب إرباكا لخلية النحل، وقد يؤدي هذا في النهاية إلى هجر الطائفة كاملة أو موتها بسبب الدبور المدمر. والدبور عادة ما يمسك بالنحلة ويتغذى عليها. ونود أن نعلمكم أن خطر وضرر الدبور على البيئة، يهاجم الثمار الغنية بالسكريات مثل العنب والبلح، وينتشر في موسم البلح والعنب والإنجاز، وينتج عنه أضرار كبيرة جدا. وهذا أود أن أوضح لكم بأن أجزاء الفم عند النحل ليست قاردة، وإنما ساحقة ولاعقة، فهي لا تقوى على القدم مثل الدبابير، وبالتالي ليس لها أضرارا على العنب، وإنما يأتي النحل يتغذى على العصارة الموجودة في الثمار المقروضة من قبل الدبور أو غيره. أصدقائي، وكذلك خطر وضرر الدبور على الإنسان، يمكن أن يهاجم الإنسان عند اقترابه من أعشاشه، وتكون لسعته مؤلمة وتسبب أوراما وآلاما شديدة. لكن وبخلاف النحل، فإن الدبور يستطيع أن يلسع مرة أخرى، لكونه يستطيع أن يسحب آلة اللسع من الجسم الملسوع
نتيجة كونها ملساء وغير مزودة بأشواك كما في النحل. كما يتعرض عدد كبير من الناس إلى لسعة الدبور، وخاصة الذين يكونون عملهم أو سكنهم قريبا من أعشاش الدبابير مثل الدبور، مثل البيوت الطينية القديمة والمباني كثيرة التشققات. كذلك الأمر أصدقائي، نريد أن نوضح لكم دورة الحياة لهذا الدبور حتى نعرف كيف نتعامل معه. هذه الحشرة، حشرة الدبور، تشبه حشرة النمل والنحل في كونها حشرة اجتماعية المعيشة، تعيش في مستعمرات وتبني لنفسها أعشاشا لتسكنها. تتألف المستعمر من ملكة واحدة وعدة مئات من العاملات إناث عقيمة وبضع ذكور. عندما تشعر الملكات الملقحات بالدفء في بداية الربيع، تخرج من بياتها الشتوي فتبدأ تؤسس مستعمرات معتمدة على نفسها في جميع الأعمال، حيث تفضل الأراضي البور لبناء عشها ضمن النفق في التربة، أو قد تختار شقوق الجدران والبيوت الطينية وخاصة المهجورة منها أو بين شقوق الصخور، حيث تصنع بداخلها أقراصا ذات عيون كبيرة مستديرة تشبه إلى حد ما أقراص النحل. وتكون العش الدبابير من أقراص مرتبة بشكل عمودي قد تصل إلى 5 أقراص، أي إطارات صغيرة مدورة، ويكون لونه لون مكانات البيئة المحيطة مثل لون الطينة، إلى أنها يكون مادة مصنوعة من مادة ورقية أو كرتونية مخلوطة بلعاب الدبابير. أرض حضنة الدبابير مكونة من مواد سيلوزية أي كرتونية يعد ذلك. وتبدأ الملكة الملقحة من الدبور ورعاية وضع البيت البيض ورعايته، حيث تقوم بتغذية اليرقات بالمواد السكرية وإزاء الحشرات التي تفترسها. ولهذا يكثر رؤية الملكات خلال منتصف نيسان وحتى أواخر آيار، تختفي بعدها في العش حيث تقوم بوضع البيض فقط. ويتطور هذا العدد القليل من العاملات ليصبح أثناء الصيف مستعمرة كبيرة تتجاوز بضع مئات من الأفراد. إن اتجاه الخلايا السداسية في الأعشاش هو نحو الأسفل، ولكن عند خروج اليرقات فإنها لا تسقط منها لوجود مادة تربطها أسفل الخلية. يحصل الدبور على المواد السكرية من المصادر الرحيقية المتنوعة في البيئة مثل الإفرازات النباتية والمن، ويقوم بافتراس عاملات النحل. عندما يكثر عدد العاملات في العش الدبور خلال الأواخر الصيف وبداية الخريف، تخرج الملكة لتضع البيض في أعشاش جديدة ذات عيون واسعة. تستغرق دورة حياة العاملة من الدبور 29 يوما والذكر 39 يوما، الملكة 42 يوما. أما أود الآن أن أوضح لكم أصدقائي أهم طرق مكافحة الدبور وحمايته خلال النحل، منها الإجراءات الوقائية وطرائق مكافحة الدبور المجرم. يجب على النحال العمل دائما على تقوية طوائف النحل، فهو أفضل وأنجح الوسائل لحماية الطوائف من جميع أعدائها، وذلك بضم الطوائف الضعيفة حتى يمكن الحصول على طوائف قوية يمكنها مقاومة الدبور. فمن المعروف أن الدبور لا يستطيع الدخول على الخلية القوية، وإن دخل فمحكوم عليه بالموت. عدم وضع المناحل قرب كروم العنب والأراضي البور التي تكثر فيها أعشاش الدبابير، حيث أنه قتل الملكات الملقحة خلال شهري نيسان وأيار. يمكن اصطياد الملكات بواسطة مضارب من التي تشبه مضارب الذباب، ويتم ضرب الملكة بها أثناء طيرانها وترددها على خلايا النحل أو على مشارب المياه. وتعد طريقة فعالة، لأن القضاء على ملكة يعني القضاء على مستعمرة كاملة في المستقبل. كما يمكن استعمال الطعوم السامة بإضافة مبيد حشري عديم الرائحة مثل اللينت أو الكلفادور إلى لحم مفروم أو بقايا سمك، ونشرها على لوحات ترفع بعيدا عن القطط. فالدبابير الآن كلها ملكات وتقوم بالتغذي بنفسها، مما يسهل تسميمها والتخلص منها.
ثانيا البحث عن الأعشاش القريبة من المنحل والقضاء عليها. كذلك يمكن استخدام ألواح من البلاستيك أو الخشب ودهن اللوح بلاصق الفئران. كذلك استخدام مصائد الدبور الجاذبة وهي أفضل طريقة مقاومة ومكافحة الدبور. كذلك الأمر أصدقائي، هذه أفضل الطرق وضحناها لكم، وأنت ترتئي الطريقة التي تناسبك في المكان والزمان المناسبين. مكافحة الدبور يجب أن تكون عبر قتل ملكات الدبور في الربيع، وتظهر في هذه الفترة لبناء أعشاشها وتكاثرها. وضع لاصق الفئران كما أوضحنا لكم، واستخدام مادة سامة. وكذلك الأمر استخدام عبوات مثقبة يدخل منها الدبور ولا يخرج، واستخدام مصائد مختلف أشكالها. وكذلك الأمر طريقة وضع طعوم غير مسممة لأربعة أيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.